هنروح لكره السله رجال، واللي ان شاء الله بيطيروا بكره لسنغافوره عشان يخوضوا منافسات بطوله العالم للانديه او لكره السله او الانتركونتيننتال كمشاركه اولى للنادي الاهلي بعد ما كان فاز في بطوله الباسكتبول افريكان ليج من كام شهر كده فاتوا. كل التوفيق طبعا للفريق، رحله بتبقى طويله جدا، يعني احنا كنا نروح الفار ايست كان بتبقى رحلات شاقه جدا، ممكن نقعد على 24 ساعه سفر. المباريات هتبتدي يوم 21/24، احنا عندنا مجموعه صعبه، معانا بطل امريكا او الجي ليج ايجنت الامريكي وفرانكا البرازيلي، فرقتين معانا في المجموعه، احنا ثلاث فرق يعني صعبين جدا. طيب نظام البطوله ازاي؟ الاول والاول من كل مجموعه بيلعبوا بعض على الاول والثاني، الثاني والثاني من كل مجموعه بيلعبوا بعض على الثالث والرابع، والتوالت بيلعبوا على تحديد المراكز. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون يعني دايما اصحاب المفاجآت، ويكون النادي الاهلي حاضر بقوه في هذه البطوله. نعم هي المشاركه الاولى، ولكن النادي الاهلي لا يعرف المستحيل. عشان نعرف المزيد عن هذه البطوله ومشاركه الفريق وسفره غدا باذن الله، معانا عبر الهاتف المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. ازيك كابتن احمد؟ كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ ان شاء الله موفقين، يعني السفر بكره باذن الله، يعني قول لي يعني السفر هيبقى كام ساعه، توصلوا امتى، يعني اديني البرنامج حتى المباراه الاولى اللي ان شاء الله موفقين فيها يا كابتن احمد، اتفضل. والله يا كابتن هيثم، يعني زي ما حضرتك عارف السفر النهارده الساعه 2:30 صباحا، هنكون في المطار الساعه 12 ان شاء الله. هنروح ترانزيت في قطر، من مصر لقطر طبعا حوالي 3 ساعات وشويه، نقط ترانزيت 5 ساعات، وبعد كده ناخد طياره ان شاء الله من قطر على سنغافوره 8 ساعات برضه وشويه، يعني رحله تقريبا حوالي 16 ساعه وشويه. وان شاء الله نوصل هناك ونبدا اولى مباريات، يعني تدريبات بقى 18 و19 و20، ونبدا اولى مبارياتنا كده ان شاء الله يوم 21. طب كابتن، يعني احنا شفنا بعض الغيابات، فوجئنا بعمر عزب يعني ربنا يشفيه، يعني اصيب وتم استبداله بمهيب، هل الكلام ده مظبوط وقدرنا نغير في القائمه قبل السفر على طول يا كابتن احمد، ولا كان في مشكله في تغيير الاسامي؟ لا الحقيقه احنا ما عندناش اي مشكله في القائمه، لان اوريدي احنا مسموح لنا ان احنا نسافر بالقائمه كامله، احنا كنا مسافرين بجميع اللعيبه، ويعني عزب حتى لو ما كانش هيشارك لو كان دكتور سمح له بالسفر كان هيسافر حتى لو مش هيشارك. و طبعا كنا نتمنى انه يبقى موجود معانا، عزب لعيب محترم، لعيب كويس، ليه دور في الفرقه كبير في البطولات اللي فزنا بيها السنتين اللي فاتوا، فربنا يشفيه كده ان شاء الله ويرجعه لنا في البطولات القادمه ان شاء الله. واحنا الحمد لله اللعيبه كلها موجوده وجاهزه، وتحدي جديد طبعا بطوله كاس عالم وصعوبه وليفل عالي زي ما حضرتك عارف، لكن احنا عندنا امل ان احنا نكمبيت يعني مع الفرق دي، وان احنا نقدر ان احنا نحط رجلينا في بطولات اقوى. الحمد لله على المستوى العربي والافريقي والمحلي ماشيين بشكل كويس، نفسنا بقى ان احنا يعني شفنا كلنا منتخب مصر في كاس العالم ما حققش المركز اللي فيه الانجاز، بس كلنا كنا حاسين ان الاداء مشرف، وان هم لعبوا باسكت كويس، وان الفرق اللي ما بيننا وبين الفرق الاوروبيه وفرق امريكا اللاتينيه اقل من خلال اداء المنتخب، فده كان مؤشر كويس. طب كابتن احمد طمني على معنويات الفريق، يعني اكيد طبعا يعني الفريق مليان باللعيبه الكبار، ايهاب امين، سيف سمير، عمر طارق، انا مش عايز انسى حد، عمرو زهران، عمرو الجندي، يعني لعيبه عندها من الخبرات اللي تبقى رايحه عندها الطموح اللي حضرتك بتتكلم عنه. كلمنا عن المعنويات، هل كان في اجتماع مع الفريق قبل السفر؟ اتكلمتوا مع بعض ولا انتوا شايفين كجهاز فني المعنويات عاليه مش محتاجه اي شحن للاعبين قبل السفر؟ لا طبعا احنا المعنويات اكيد مرتفعه كابتن هيثم، حضرتك كنت لعيب كبير وعارف ان اللعيب دايما لما بيبقى رايح ايفنت زي الايفنت ده بيبقى مركز 200% ونفسه يدي مستوى 200%، ما بتحتاجش معاه مجهود في ان انت تديله الحافز، او هو اللعيب خلاص وصل لمرحله دلوقتي من خبراته والدعم المعنوي اللي جاي من جمهور النادي الاهلي، نفسه يظهر بمظهر يليق بالنادي الاهلي ويليق بيه شخصيا وبالنادي وبالجمهور. بس طبعا احنا ان شاء الله باذن الله ربنا كده يكون معانا توفيق في البطوله. هي طبعا صعوبه القصه كلها ان انت رايح تلعب مباراه على اعلى مستوى بدون مباراه وديه او بدون اصلا ان انت تكون بدات الموسم، ودي حاجه زي ما حضرتك عارفها طبعا بخبراتك ان هي حاجه صعبه انك رايح على اعلى ليفل من غير تحضير مباريات. والحقيقه
مفيش حد طبعا ساعدنا خالص من الفرق اللي في الدوري غير تقريبا اللي بشكرهم جدا نادي طلائع الجيش بقياده كابتن احمد فوزي، ان هم بصراحه رغم عدم جاهزيتهم ان هم لعبوا معانا الماتش، لان هم يعني بالنسبه لهم ان هم بيساعدونا احنا ان احنا نلعب اي مباراه. فيعني يا رب كده عدم وجود المباراه ده ما ياثرش، وان شاء الله بعديها بقى يكون في بطوله عربيه والكاس السوبر، دول طبعا مهمين جدا لينا برضه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن احمد تروحوا تيجوا بالسلامه، وهنتابعكم وقلوبنا يعني ودعواتنا معاكم. كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال، بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شايفين رحله هتمتد لقرابه ال 24 ساعه وصولا الى سنغافوره واستعدادا لبطوله العالم او الانتركونتيننتال لكره السله.